زي ما كنت بقول لك، قمة القاهرة للسلام وهي شغالة، مصر كانت في نفس ذات الوقت تمارس كل الضغوط الممكنة لإدخال المساعدات للقطاع عبر معبر رفح. معانا على التليفون دكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. مساء النور وتحياتنا على الجهد اللي بتقوموا بيه الحقيقة لإغاثة أهالينا في قطاع غزة. والله يمكن في البداية عايز أقول إنه الدور اللي بيقوم بيه شباب الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة وتواصل الليل بالنهار، يمكن وده أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح على الدور الكبير اللي بيقوم بيه الهلال الأحمر المصري. ويمكن في إحصائية بسيطة جدا عملناها لقينا إنه الشباب اشتغلوا في فترة أقل من أسبوعين أكثر من 50,000 ساعة عمل متواصلة. 50,000 ساعة عمل متواصلة هي عدد الساعات المجمعة للمتطوعين اللي اشتغلوا. نعم. طيب المساعدات بدأت في الدخول الليلة دي مش كده؟ هو يمكن حضرتك تفضلت بحاجة مهمة جدا، وأنا بعتبر ده تكليل للجهود اللي قامت بيها مصر على مدار الأسبوعين، إنه في الوقت اللي بيأكد فيه سيادة الرئيس في قمة القاهرة للسلام على الدور المحوري اللي دايما مصر بتتبناه، في نفس الوقت كان بتعبر أكثر من 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى معبر رفح البري، وده اللي أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة إنه مطار العريش الدولي وميناء رفح البري هما الرئتان الوحيدتان اللتان من خلالهما سيتمر المساعدات إلى قطاع غزة. وده معناه طبعا انه كان هناك جهدا مضاعفا من المتطوعين، لانه السيارات كانت كل شاحنه محمله بمساعدات على اختلاف انواعها، فانا عشان ادخل 20 او 30 شاحنه بمهمات طبيه فقط، ده معناها ان انا اعمل عمليه تفريغ للشاحنات واعاده ترتيب مره تانية بحيث ان كل اللي داخل يبقى مهمات طبيه. يمكن حضرتك اشرت الى حاجه مهمه جدا، انه في عمليات كبيره جدا ما وراء الستار ناس كثيره ما بتشوفهاش، الا وهو ان عمل المتطوعين بيبتدئ من لحظه وصول الطائرات الى مطار العريش الدولي، ومن ثم تفريغ الطائرات، ومن ثم اعاده شحنها على شاحنات، ومن ثم اعاده فرزها مره اخرى. المساعدات الطبيه تكون في مخازن خاصه بمديريه الصحه تحت درجه حراره معينه، والمساعدات الغذائيه ايضا يتم إعادة فرزها، لأنه مرة أخرى عندما وصلنا إلى اتفاق بإدخال المساعدات يقوم الشباب مرة أخرى بإعادة شحن هذه المساعدات على الشاحنات، ومن ثم إعادة إدخالها إلى معبر رفح البري. ويمكن هنا عايز أسجل أنه في جهود كبيرة جدا بتقوم بها أجهزة الدولة والأجهزة المعنية والمختصة بتواصل العمل الليل بالنهار مع شباب الهلال الأحمر المصري للوصول إلى الفرحة. إحنا بنعتبرها فرحة لأنه الشباب كانوا مستنيين لحظة النهاردة يشوفوا التعب اللي هم بقالهم أكثر من 15 يوم شغالين في لحظة عبور الشاحنات إلى قطاع غزة. ده بيعتبروه أنه انتصار للدبلوماسية المصرية في الضغط على إسرائيل، وبنتأمل أنه إدخال المزيد والمزيد من الشاحنات و المساعدات الى قطاع غزه. احنا قعدنا كام يوم واقفين على المعبر منتظرين ان احنا نقدر ندخل يا دكتور؟ ويمكن كان في للعلم انه دي تاني مره احنا ندخل مساعدات. احنا قبل تقريبا من اليوم الاولاني لاندلاع الحرب على غزه قدر الهلال الاحمر المصري بالتعاون مع الهلال الاحمر الفلسطيني انه يدخل اكثر من حوالي 2 طن من المساعدات والادويه، وبعدها فضلنا متوقفين او منتظرين السماح لادخال المساعدات مره اخرى اللي هو تم اليوم، وفاصل ما بينهم حوالي اسبوعين للفتره ما بينهم. ولكن كل الفتره اللي ما بين المره الاولانيه والمره الثانيه كان هناك عمل متواصل يقوم به الشباب بالتعاون مع الاجهزه المعنيه ليل بالنهار لاستقبال المساعدات التي تاتي من أنفاق تحيا مصر من جميع المؤسسات. ويمكن أشرت حضرتك في قبل اللقاء
انه في ان احنا مش عارفين ندفن الفلسطينيين، مش عارفين يدفنوا موتاهم. انه النهارده جتني سيده مصريه بسيطه جدا قالت لي يا ابني انا عايز اتبرع بحاجه، قلت لها تفضلي. راحت جايبه معها 10 اثواب قماش ابيض، قالت ده كفن يا ريت تاخدوه معاكم لي اخواتنا الفلسطينيين. وضع الحقيقه مؤلم الى ابعد الحدود. انا بشكرك مره تانية دكتور خالد زايد، رئيس مجلس اداره الهلال الاحمر بشمال سيناء.